المعارضة السورية انتقلت إلى خطوتها التالية المتمثلة بالضغط على النظام اقتصاديا، فكانت حلب وجهة المتظاهرين فيما أسموه خميس البركان، كون المدينة هي ثاني كبرى المدن السورية والمركز الاقتصادي للبلاد. أحياء المدينة مثل حي صلاح الدين وسيف الدولة وبابا الفرج والشعار والفيض والأعظمية والقصر العدلي غصت بالمتظاهرين بحسب المواقع المعارضة، ما حدا بقوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين بالقوة. وأشار نشط حقوقي إلى أن تظاهرات سرعان ما تحولت في بعض مناطق حلب إلى مظاهر تأييد للنظام السوري. وفي مقابل رواية المعارضة أكد التلفزيون السوري أن تظاهرات ضخمة خرجت في حلب تنادي بالوفاء للرئيس السوري بشار الأسد. التظاهرات والتحركات مستمرة في المدن السورية الأخرى، ويشارك فيها الأطفال والنساء أيضا بحسب ما تبث مواقع المعارضة على الإنترنت. وفي عمليات الجيش العسكرية في محافظة إدلب أكد ناشط حقوقي أن 60 دبابة ونحو 100 ناقلة جند خرجت من قرية البرة واتجهت إلى قريتين أخريين. وأشار ناشط حقوقي إلى دوي إطلاق نار كثيف في بعض القرى، مرجحا أن يكون من أجل ترهيب السكان ومنعهم من الخروج من منازلهم. وكان أفيد بأن أكثر من 15 شخصا قتلوا بنيران القوات السورية مع دخول الجيش جبل الزاوية، فيما أكد شهود وجودا مكثفا للعناصر الأمنية وباصات تابعة لها يستعدون لحملة اعتقال واسعة. وفي الشق السياسي، أعلن معارض سوري عن تشكيل هيئة للتنسيق تهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا وتمثل المعارضة في الداخل والخارج. دوليا، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندريس فوغراسموسن في فيينا أن الحلف لا ينوي التدخل في سوريا، إلا أنه أدان بشدة تصرف قوات الأمن والهجمات ضد المدنيين.